اهلا بيكم متابعي قناة اي جي سوفت. في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض عن معالجات انتل اللي بتدعم تشغيل او تنزيل ويندوز 11، اما في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن معالجات اي ام دي اللي بتدعم تشغيل ويندوز 11. ولكن كالعادة قبل ما ابدأ احب ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي دعموني وانضموا ليا على القناة، ولو انت اول مرة تشوف القناة انزل تحت الفيديو دلوقتي واعمل اشتراك في القناة، لان دعمك ليا هو اللي بيخليني مكمل في نشر المزيد من الفيديوهات على القناة. اللينك ده ان شاء الله انا هسيبه لكم تحت الفيديو في كل معالجات AMD اللي بتدعم تشغيل ويندوز 11، بتبدا من معالجات AMD وطبعا بيكون موجود الموديل بتاعها، تمام. بعد كده اسلون، معالج اسلون، وبيكون موجود الموديل بتاعه. طبعا انت بتشوف النوع البروسيسور بتاعك ايه او المعالج بتاعك ايه والموديل بتاعه، وبتبدا تعمل استعلام هنا عن رقم المعالج. ممكن تضغط على كنترول اف وتضغط على رقم المعالج، وليكن مثلا بنكتب هنا معالج 3000 جي مثلا رقم المعالج، وبنشوف المعالج مثلا من نوع اسلون برقم 3000 جي اي موجود عندك ولا لا، او 3000 جي موجود ولا لا. كده بتعرف ان الجهاز بتاعك او المعالج بتاعك بيدعم تنزيل ويندوز 11. لو نزلنا تحت شويه هنلاقي معالجات اي ام دي من نوع اي بي واي سي، تمام، بالرقم الموديل بتاعها. لو كمان نزلنا تحت شوية هنلاقي معالجات رايزن اللي بتدعم تشغيل او تنزيل ويندوز 11 برقم الموديل بتاعها، تمام. اعتقد هم دول اللي موجودين او المعالجات اللي بتدعم تشغيل ويندوز 11. زي ما قلت لك تضغط على كنترول اف من الكيبورد وتستعلم عن رقم الموديل بتاع المعالج بتاعك وبتشوف موجود هنا ولا لا. وان شاء الله اللينك ده انا هسيبه لكم تحت الفيديو في الوصف. بتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تدعموني وتعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم. كان معاكم محمد سيد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.